يعني اليوم وصفتنا فينا نقول سلطة، فينا نقول مرافق لطبق تاني، أو فيها كمان تكون وجبة نباتية للنباتيين. بونجور جاد، صباح النور، كيفك اليوم؟ كيفك أنت؟ اليوم شوي هيك مختلفة وصفتنا. صح، يعني بين امبارح خلطين ingredients عادة ما بنعملهم سوا. بين امبارح واليوم، يعني امبارح عم نشتغل بالحبوب، اشتغلنا بالفاصوليا، اشتغلنا بالكينوا وبالحمص، عملنا فيهم اذا بدك كمان هيك خلطه جديده. اليوم مكفين بنفس التام. هون انا طبخت برغل اسمر، قليت زيت، حطيت زيت، قليت شقفه بصل، حبه ثوم، رجعنا حطينا البرغل قليناهم بلا ما نغسلهم، رجعنا حطينا مي وملح ونقطه زيت فلفلناهم، شلناهم هلا من الطنجره من شوي تيسقوا، لانه هي كل الخلطه بدها تطلع اذا بدك روم تمبرتشر، يعني ما بدها تكون لا مسقعه ولا سخنه. اوكي. يعني رح نعمل هالخلطه اللي هي مؤلفه، رح تكون من البرغل المطبوخ من المغربيه، يعني نحن معودين على هالحبوب كلها نشتغل فيها بغير طريقه. صح، المغربيه بنعمل نطبخها من فلفلها مع الموزات مع الحمص. المغربيه كيف وصلنا لهيدي؟ هون ماشي مي وملح بالنهار بالمي وسلقناها سلق، هون لحد يطلق معنا طعم. صفيناها يعني؟ صفيناها. أوكي. يعني كانه عم نسلق باستا، علينا المي عليها تقريبا شي 4 عيارات حتى ظهر منا النشا، لانه اذا بدنا نفلفلها مثل ما طبخنا هنيك رح تطلع كثير بلوك شقفه وحده. هلا البرغل هون ما عندنا مشكله، لانه هلا رح نحط عليه الانجريدينتس رح يرجع يفرفط كله. اوكي. هون اذا بتلاحظي الحبه مفرفطه عن الثانيه، لحديت هلا هون ما عندنا غير طعمه الملح بقلبهم. هلا رح نزيد على البرغل ونزيد كل هالانجريدينتس اللي شايفينهم، يعني رح نستعمل سبانغ، رح نطبخ سبانغ نحطهم بقلبها، فليفله مشويه، حلو، رح نحط دراي توميتو، جوز منقوع، عندنا البندوره نوعين، وراح نزين بشوية هون تشيموجي مشروم اسمه. وأنا هون كمان قبل ما فتنا على الحلقة دقيقتين حطيت الكوسة والجزر مقطعهم ستيكس مع ملح مع زيت، عم نشويهم هون، يمكن بدهم بعد شي 7 دقايق رح نشيلهم، رح نخلي فيهم قرشة بقلبهم، ورح نبلش نجمع كل هالخلطة. أوكي. هلأ خلينا نبلش هيك على رواق فيها، رح ناخد ننقع القرايس هيك لنعطيه نكهة كمان، شوية هون فاهيتا سبايسز مع بابريكا مخلوطين، رشة ملح، بتعرفي شو رح حطهم بهيدي. هلا بدي شككم، رح نعمل هيك مسطرة صغيرة بتبلشي فيهم حتى بس نطبخهم. هيدي على الفرن بدهم يفوتوا ولا لا؟ تقلية؟ رح نعملهم سوتيه. اوكي. بس رح نحط لهم بروشات بقلبهم حتى بس نطبخها ما تلف الحبة، لأنه إذا بتطلع زي حبة صغيرة. مزبوط. هلا بمجرد ما انطبخت بدها تبرم. هلا رح نحط زيت، هات لنزيح هيدي لهون لنقدر نشتغل بالكروفات، خليها هون على جنب هاي. هلا بعد شوي بنبلش نجمع هالغراض كلهم بقلبها. بالنسبة للقريديس، لك شو حنعمل؟ سيدة تكون مخلوطة خلط كلها سوا؟ رح تكون كلها مخلوطة ما عدا القريديس، أكيد رح نصفهم على وجهها. أوكي. يعني كل هالخلطة اوكي بدنا ناخده نشكه من تحت. هيدي هي جلسة، يعني هلا اذا بتلاحظي بس كثير، معلش اذا لا هي بدي حق، يعني ما بدي اعملها فلات. بدنا نخليها مبرومه. أوكي. بس هلا ما بقى تبرم. اوكي. حرام. هي بتحب تبرم. بتحب تلف. هيدي هي فكره القرايديس. هلا شو بنعمل نحن؟ بس نطبخهم نرجع نشيل الكوردون او البروشات اللي بقلبها. اذا بتلاحظي انا ما عم بدخلها على الاخر لنقدر نسحبها. ايه اوكي. بصير نفتش عليها بقلبها. اوكي بتبلشي فيهم؟ يلا. في كفوف؟ في كفوف بالجرور. بكون انا بلشت بشيء ثاني، رح بلش اطبخ انا الاشياء اللي بدها طبخ، بنرجع اخر شيء بنبلش نجمعها مع بعضها تينا. يعني رح حط شو في بده طبخ؟ هون سبانغ يمكن. مزبوط، انا هون حاطط زيت زيتون رح نحمي على الاخر. هلا شو رح نعمل؟ رح ناخذ هالابينار هون، اذا بتلاحظي ضلوعهم صغار، يعني الورقه صغيره مع ضلع، رح ناخذها نطبخها ديركت، رح نحطها على صينيه البرغل. هلا رح نبلش كل شيء عم نحضره ديركت نحطه بقلب الصينيه، لانه رح نخلط بقلبها، نرجع اخر شيء نعمل برزنتيشن بجات البورسلان. لكن في عندي بعد حبه ثوم انا شايلها احيه، هاي للابينار رح نستعملها بهالشكل.
خلينا نحن عم نشتغل حد بعضنا كمان نفرم هالغراض. دائما بس بدنا نطبخ بينار نحمي الزيت اذا بدك قبل ما يبلش يدخن بشوي لانه دغري بمجرد ما نحط ينزل ميته ما يدقوا كل ميتهم وبنفس الوقت اذا سقعت يعني اذا حطينا البينار والزيت ما كتير حامي بتبق ميتهم بتغير لونهم كمان. نحن كل الوقت اللي بدنا نطبخه هو يمكن 10 ثواني مش اكثر. فلافله مشويه ومقشره هيدي طيب الفلافله طيب كثير عندها هيك طعمه شوي غريبه. رح ناخذ هالبندوره المجففه هيك الزيت كيف بلش. هلا رح ناخذ الابينار نسقط هيك حطيت شوية زيت؟ حطينا الزيت حطينا حبة ثوم. هلا بمجرد ما نقلبهم بيكونوا خلصوا. بندورة بندورة مجففة وعندنا نوعين بندورة رح نستعمل قسم منه للزينة. هيك كيف قشطوا الفوليوم تبعهم صغير دغري بزموا دغري بزموا لأنه كمية المي فيهم كثير عالية. الابينار مثل كل الأعشاب مثل كل الشتل لك كيف صاروا ثواني بعد حنشيلهم. رح ياخذ هالجوز انا ناقعه رح صفي ميته ولي الجوزات لكن ليك الابينار كيف صاروا. انا هدفي هيك اتركهم طوال لحتى نحن عم ناكل يكون في اشياء اشكال مختلفه بقلب الخلطه مش كله مقطع صغير. لكن ناخذ شويه جوز بدنا نفرمهم خلص يلا خليهم بقلب الجاط بقلب الصينيه. هلا يلا شوي صغير بنبلش نطبخهم. هيك اذا بتلاحظ الجوز كيف عم بفرمه ما في فرم معين يعني عم نزغره بس. هلا كل هالغراض رح ناخذها هول البينار خلصوا هيك شو حلوين. رح نشيل حبه الثوم نطفي بجننوا بنفسها بنعمل القريدس؟ بدي حط او شو بدك تحط بعد؟ بدي حط فينا ناخذ قسم بقلبها وبدنا ناخذ قسم بمقلايه لانه اذا رح نحطهم كلهم كتار يعني بيطلعوا كتار بطنجره وحده. لكي لونهم كيف هو؟ شو حلو. ناخذ هالمغربيه برسنتج تقريبا 60%. نايس. القرايدس خليه هون شوي صغيره. بنبلش فيهم. شو صار عندنا بالفليف بالجزر؟ دقيقة واحدة رح نشيلهم. كمان نبلش نفرمهم. اوكي. هون شو عندنا؟ نزيد هول. نزيد هول. ناخذ كم ورقة حبق. هلا المشروم تشيموجي رح نستعمله للزينة. هلا رح ناخذ كمان شوية بيستو نرخيهم بزيت نحطهم كلهم فوق هالسلاد او اذا فوق هالخلطة خلينا نسميها خلطة يعني ما رح تطلع. سو الصوص رح تكون بيستو رح يكون في حامض 100% بيستو عصرة حامض زيت زيتون ملح بهار. رح نشيل الخضرة بالفرن ليك لونها محمل الفرن على 230 واو لك كيف اخذت لون دغري وبنفس الوقت ما كثير يعني هلطت ايه لك شو حلوين. خلينا نشيل هاي بجننوا ننطر دقيقة لنقدر نفرمهم ولا اقول لك لك شو رح اعمل. رح نشيلهم نحطهم على التشوبينج بورد هيك بيبردوا بيبردوا اسرع. بدهم فرم مش هيك؟ ايه لا اكيد يمكن نقصها ثلاثة الوحدة اوكي
ايه لانه رح يكون اكله مزعج اذا فينا نفرمهم قبل؟ فينا كان بيأسش فينا لا ابدا. يعني هاي روسات اذا بدك حلو فينا نسميها شوي يعني فينا نستعمل الغراض اللفت اوفر بالبيت يعني مزبوط. شو بقى عندنا خضره بناخذها بنحطها يعني الاشياء اللي هون مانا ثابته فينا نزيد فينا ننقص فينا نغير نتفه كمان مزبوط الخضره. كوسيات خلصوا مثل ما شفتي فرمه خشنه هيك لنحافظ كمان على قرشه الكوسايه لتضل مبينه بقلبها. لكن الجزر نفس القصه يعني بلشنا بالبرغل الخشن يلي طبخناه له مع البصل والثوم رجعنا زدنا مغربيه مسلوقه كوسه وجزر مشوي فليفله حمراء مشويه بندوره مجففه وهلا عم نزيد الجزرات سبانخ مسلوق هيك الالوان شو صار بقلبها شو حلوه خلينا نشيل قامه نحرق حالنا فيها خلينا نبلش نعمل هيك شوية فينيشنج لإلها البندورة التشيري توميتوز رح نحطهم مثل ما هن رح آخذ قسم دخلهم بقلبها افرمهم البندورة السوداء بلاك توميتو رح نستعملها للوج تقريبا أوكي. نحن هون هي والقريدس تقريبا هون الغراض اللي بدنا نحطهم بقلبها صاروا جاهزين رح نخلطها هلا نتبلها بنرجع بنطبخ القريدس ونزيدهم على الوجه رح نزيدهم على الوجه بالجاط بتبع البرزنتيشن يعني اكيد يعني هيك شيء حلو ينحط بجاط مش بإندفجوال ايه افضل تنسكب لانه هيك شوي اذا بدك هي منا كثير يعني شوي اكله هيك منا فانسي صح يلا نحن هون صرنا تقريبا فرمنا كل شيء هلا رح ناخذ هالبندوره نسقطها هيك رح ناخذ هالبيستو بدنا نرخيه شوي بزيت زيتون لحتى ما يجمع بمطرح واحد بهالشكل تخيلي كل هالطعمات هلا مع بعضها وين الحلو انه عندك هلا المغربيه التكستير تبعها رح تشرب كل هالصوص حلو هالبيستو رح ناخد عصرة حامض واو شو هالالوان رشه ملح ملح بعد ما حطينا نحن رح ناخد بهار اسود رح ناخد زيت زيتون هلا مبدئيا بدنا نخلط بدنا ندوق الملح بدنا ندوق البهار نكون بلشنا نطبخ القريديس مثل نضبط بشوي حوالينا شو بلشت تبين هيك بعطيك يمكن ملعقه اكبر بتساعدك ولا شو هيدي بتعرف شو بدها بدها ايدين يلا خليني مشي القرايه سيد بدها ايدين هيدي وجاي لعندي لكن زيت زيتون بالمقلايه عن جد بتجنن عظيمة لكن بعد عنا طبخ القرايديس رح نبلش نطبخ القرايديس نذوق الخلطة نشوف شو صار معنا نرجع نشتغل على البرزنتيشن رح نستعمل بالبرزنتيشن بندورة السوداء رح نستعمل الفطر شكشكهم هيك على وجهها بدك تذوق قبل؟ يلا أكيد بدنا نذوق لأن فيها كثير أغراض ما فيك تحكم السيزنج من الأول أنا وياك يعني قبل ما نقلبها بجاط أنا برأيي بدها كثير طيبة عن جد كثير طيبة طعمة الحامض
طعمة الباستو. حبة المغربية مستوية. إذا بتلاحظي كيف شربانة صار فيها نكهة بقلبها كثير طيبة. رايليس رايليس هيدا هون. نقسمهم كميتين. حلو. هوني. لكن رح نشيل القرايديس هلا ما بدهم اكثر من دقيقة ونص. هات لنبلش نحط نقلبهم. يلا. خليهم نقلبهم قلبة وحدة. يلا. حتى ليك النشا بقلب ال ايه شو حلو. النشا بقلب ماسكها ماسكها وبنفس الوقت النشا بيعطيك الطعم الطيب اللي بقلبها. نايس. وبنفس الوقت بياخذ بيشرب كل هالصوص اللي حطيناها. شوفي قد ايه هيك طبيعية هالخلطة. حلوة. ما فيها كثير تفلسف. حلوة ما فيها منوعة يعني مزبوط من الألوان من ال بين البندورة المجففة الجوز السبانخ وبنفس الوقت يعني مش نوع واحد من الخضرة 100% هذا اللي بدي أقوله غير نوع الخضرة حتى نوع تكنيك الطبخ يعني كل شغلة عندنا مطبوخة بشكل معين من كان من الفلفل البرغل مثلا نشوف شو صار معنا هون. حلو. كمان القرايد صاروا على آخر يعني عندك اشياء نية بقلبها عندك اشياء مسلوقة عندك اشياء مفلفلة مزبوط عندك جوز منقوع يعني في كل شغلة مطبوخة بطريقة معينة لكن القرايدس كمان بعد بدهم يمكن نص دقيقة منشيلهم بكفي الجات هيك؟ ايه بجنن بكفي بجنن. يلا مثلا نمسح حرف الجات. القرايدس شكلهم حلو أخذوا لون منيح. نحن لكينا مشاهدينا بس ناقص انه نزيد ريدس اللي هلا عم نقليه ريحته كثير كثير طيبه نزيد الريدس على الوجه ونزين شوي مزبوط ونشكشك هالبندور والمشروم والمشروم وبتكون بعدين جاهزه وصفتنا تندوقها بالتيستينج بعد هالبريك. شو هالجات يا جاد بشهر. يلا صرنا على الاخر بس عم نحط هالمشروم هالمشروم بجننوا كاتيا لك شو حلو حلو كثير. انا هيدا المشروم اخذ لي عقلي هلا ترند كثير ترند هلا مبينين انه مفرخين من الجات ايه مثل السنافر. حطيتهم مثل ما هن ما مرقتهم عنا لا لا ابدا هيك بيعطوا اذا بدك فريشنس للجات. هلا رح تذوقي من الخلطه كاتيا بين المغربيه بين الخضره اللي بقلبها ويلا بدك اياها كل شيء خلص 100% وكنا عم نحكي كامل هيدا ايه اكيد في قريديس اون بلوس تمام يلا نسكب قبل حلو بدنا نسكب انا رح اسكب يلا استعملنا كل شوك لدوي كل شيء استعملناه اليوم في ضرورة منيح اللي بعد في شوية سلام بس ضغطونا شو حلوة ال هيك المزيج بين الحبوب والخضرة معك شوكة ليه اخترت انه تحط برغل و مغربية اذا بدك هالجمعة هيك عم نشتغل بهالانجريدينز والحلو هلا شوفي النتيجة كيف مخلوطين مع بعضهم شوفي نتيجة الخلطة وين وصلنا فيها طيبة
تركت لك الشوكة الكبيرة؟ هي ذاتها يا. لا ما أنا تمي أصغر من تمي. رائعة. مثل ما عم بتقولي فيها كل شيء يعني. واو. وكل لقمة بيطلع لك شيء. طعمة الحامو، طعمة البيستو. بتجنن. القرايديس كيف طبختهم؟ القرايديس بالمقلاية هون. أكيد فينا نشويهم. ما معقول شو طيبة. بس تتبيلة القرايديس طيبة. شبيعة. شبيعة شبيعة. غدا كامل يعني. إيه. عظيمة. مثل ما قلت إنه ما بدها تكون سخنة سخنة. صح. مش طعم البراد. لا سخنة ولا مسقعة لأنه. إكزاكتلي. بتلاحظي هيك كل الطعمات مبينة لو مسقعة. إكسلنت. ميرسي جاد، وصفة كثير حلوة ومختلفة مشاهدينا، إذا حابين تجربوها فيكم ترجعوا تحضروا الفقرة على الريبلاي على الأبلكيشن تبع ام تي في أو صفحتنا على الفيسبوك. رح ناخذ بريك ومنكافئ لايف كثير طيبة.